السلام عليكم. اليوم أتحدث عن الفيلسوف ريتشارد رورتي، ونبدأ من البداية. هذا الفيلسوف ولد سنة 1931 وتوفى سنة 2007. هو فيلسوف براغماتي. هذا الفيلسوف يعتبر من أهم الفلاسفة اللي يمثلون العملانية، واللي اسمها المذهب العملي أو فلسفة الذرائع، أو يسموها البراغماتية. البراغماتية اللي تعتبر لك أنه يعني إذا بالتحديد عبارتهم بيقول أنه تصورنا لأي موضوع هو تصورنا لما قد ينتج من فائدة عن هذا الموضوع، من الآثار اللي نحصل عليها من هذا الموضوع لا أكثر. وتكلمت عنه بحلقة سابقة عن الفلسفة البراغماتية، يعني نقدر نعتبر هاي الحلقة الثانية والمكملة. الحلقة السابقة عن البراغماتية الكلاسيكية، هاي الحلقة عن البراغماتية الجديدة. كل الفلاسفة واللي درسوا الفلسفة يعتبرون أنه هذا الشخص ريتشارد رورتي شخصية جدا مهمة بالفلسفة، وإن اختلفوا عنه ببعض تصوراته وبعض أفكاره. فكان يعرف أنه صاحب اتجاه براغماتي. بالبداية كان يهتم بالفلسفة التحليلية الأمريكية، وبعدين تحول عنها للبراغماتية. من التحول للبراغماتية ساهم لك قدر يعني من الأهمية في هاي الفلسفة، يعني تقريبا مثل اللي أحياها عن طريق مؤلفاته العديدة اللي انتشرت. رورتي بأكثر من موضع يقول بأن أني أتبع خط الفيلسوف جون ديوي. جون ديوي اللي تكلمت عنه أيضا بحلقة سابقة، اللي يسموه البراغماتي الوسيلي. حتى وإن توجد اختلافات كثيرة بين رورتي وبين دوي. ريتشارد رورتي قلنا ولد سنة 1931 بمدينة نيويورك، وتربى وسط أسرة مثقفة متعلمة تؤمن بمبادئ الحرية والعدل والمساواة. وأيضا كانت داخل هذا البيت توجد الأفكار الشيوعية والاشتراكية. كان والده منتمي للحزب الشيوعي. وأيضا كان رورتي يعني يلتهم القراءة بهاي المكتبة الضخمة اللي عندهم، وكان يتمنى أن يصبح فيلسوف متخصص يعني في مجال الفلسفة. حتى ما كان عمره 15 سنة بدأ يقرأ أفلاطون، بدأ يقرأ أرسطو، وترك لك الدين، بدأ يهتم بالفلسفة. بهذا العمر كان يشوف رورتي أنه سقراط عنده فكرة تقول توحيد الفضيلة بالمعرفة، ممكن أن نوحد الفضيلة بالمعرفة. كان يرى رورتي أنه يمكن أن تتجسد يعني عن طريق أنه هو يوحد ذني الاثنين، عن طريق أنه يصبح فيلسوف. هذا الحلم اللي بدأ يراوده مثل ما قلنا من كان صبي، استمر بالتدريج وياه من خلال قراءاته للفلاسفة والكتب الفلسفية. فتأثر أيضا أساتذته شجعوا، فكانوا يعني بالضبط من ضمنهم فيلسوف يعني يعتبر صديق الأسرة اللي اسمه سيدني هوك. هذا من كان عمره 15 سنة إلى 20 تقريبا، نصحه أنه إذا كان يحب الفلسفة يجب أن يجتهد ويقرأ ومن الآن حتى يصبح فيلسوف. وفعلا يعني بدأ رورتي يأخذ بهاي النصيحة، ودخل بجامعة شيكاغو. حصل سنة 1949 على البكالوريوس. سنة 1952 قدم أطروحة للماستر عن الفيلسوف وايتهيد، وسنة 56 تقدم أطروحة الدكتوراه. الآن أهم المفاهيم البراغماتية بفلسفة رورتي. احنا نعرف كل زين انه الفلسفة البراغماتية اليوم
يعني إلها مكانة متميزة بالفكر الفلسفي بشكل عام، وبالتحديد بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. ومثل ما شرحت بالحلقات السابقة عن الفلاسفة ريتشارد بيرس وويليام جيمس وجون دوي، إنه السبب في ذلك يرجع إلى الثقافة الأمريكية، للبيئة الأمريكية اللي تتميز عن جميع أنحاء العالم. هذا هو اللي جعل أمريكا نموذج للحضارة الغربية، للتقدم، للديمقراطية. فالبراغماتية الكلاسيكية اللي أسسوها بيرس، جيمس، دوي، أهم فكرة تطرقت لها أيضا بالحلقة السابقة، كانت تتخذ من الصدق موقف أنه القضية الصادقة هي اللي ساعدنا أو ساعدنا الاعتقاد بها على حل مشاكلنا. ما تهمنا قضية صادقة وبدون فائدة، ما تهمنا فكرة برؤوسنا ولا يوجد لها فائدة في الواقع. يجب أن تكون الأفكار صادقة عندما يكون لها أثر حقيقي في الواقع. اتطرقت لها بالتفصيل، اللي يحب يرجع لها بديش الحلقة. بهالشي راح نعرف انه هذول البراغماتيين يتنكرون لمفهوم التطابق بالحقيقة. لا يوجد حقيقة ولا يوجد تطابق للحقيقة. اللي ينظر الى انه صدق القضايا يتوقف على مدى مطابقتها للواقع. لا، البراغماتية تقول مدى فائدتها. طبعا من ضمن اللي ينتقدوا البراغماتية الفيلسوف برتراند راسل، اللي كان يقول انه هاي مو فلسفة، هاي فلسفة سطحية، هاي وكأنه هي تابعة لجهة تجارية تتلائم ويا بلد يعوز النضج. يقول الفيلسوف برتراند راسل انه اسوأ ما بالديمقراطية، العفو، انه اسوأ ما بالبراغماتية هو انهم يقولون الصدق العقلي هو اللي يفيدني، يعني على ارض الواقع انا اعتقد الفكرة بعقلي تفيدني بارض الواقع، اذا هذا هاي صادقة. فيقول بطريقة مصر، يقول هذا مو كلام، هذا غير صحيح، لأنه إذا سلمنا أنه الصدق العقلي في يعني هو مسألة تقديرية، وهذا الصدق العقلي ينتمي لك الأحداث بشرية خالصة اللي هي عبارة عن اعتقادات، أنه بهالحالة ما راح يترتب على ذلك درجة من الصدق بالاعتقاد، لأنه هذا الشيء اللي اعتقدنا به أنه صحيح يعتمد على ظروف إنسانية بحتة. فكان بتصور برتراند راسل انه البراغماتية يعني الصدق العقلي تتولد عنه نتائج سلبية، نتائج خطيرة. هاي النتائج الخطيرة راح تكون على الفرد، راح تكون على المجتمع على حد سواء، وراح تولد لنا نتائج كارثية. البراغماتية الجديدة اللي وضعها يعني ريتشارد رورتي، هو اللي سماها، تختلف عن البراغماتية الكلاسيكية اللي تكلمت عنها بحلقة سابقة بأمور كثيرة، بمفاهيم كثيرة. وكذلك البراغماتيين الجدد أيضا وضعوا فد أمور ومفاهيم تختلف عن البراغماتية القديمة الكلاسيكية. معظم هاي المفاهيم تتخذ صيغة سلب المفاهيم القديمة أو نفيها، حتى نفيها. طبعا كانوا يعتبرون أنه ذول البراغماتيين الجدد أنه توجد مضامين فلسفية بالبراغماتية الكلاسيكية عقيمة، فيجب أن نستبدلها، واستبدلوها فعلا بمفاهيم جديدة مو تعني عكس المفهوم القديم، يعني نفي فقط، بل رؤية جديدة للأشياء، رؤية جديدة للإنسان، رؤية جديدة للعالم. راح أذكر أهم المفاهيم اللي تطرقت لها الفلسفة البراغماتية الحديثة واللي تختلف عن البراغماتية الكلاسيكية. أول مفهوم موجود بالفلسفة البراغماتية الجديدة هو اسمه النزعة اللاماهوية. ما هي النزعة اللاماهوية؟ مفهوم الماهية نعرف كل زين انه هو من المفاهيم المركزية اللي تمحورت حولها
مهمة الفلسفة الماهية من عهد أفلاطون لحد العصر الحالي. كانت الفلسفة عبارة عن بحث عن الماهيات، تبحث لك عن ماهية الحقيقة، حقيقة الأشياء، حقيقة الإنسان، حقيقة الكون، الماهية، الهوية، الأصل، الجوهر. هذا شو يعني؟ هذا يعني حسب ذولا أتباع الماهية يعني أن الوجود بصورة عامة والإنسان بصورة خاصة ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهري وقسم باطني. القسم الظاهري هذا قسم فد شيء عرضي متغير نسبي باطل اعتبره، هذا القسم الظاهري. ويوجد قسم باطني جوهري اللي هو نفسي تسمى ماهوي واللي هو ثابت ومطلق وحقيقي. هذا الشيء هاي أول الأشياء اللي يرفضها ريتشارد روتي. الفلسفة البراغماتية الكلاسيكية وحتى الجديدة رفضت لك أن يكون للحقيقة ما هي يتعين أنه يجب أن نبحث عنها ونتحقق من عندها، قالت لا توجد حقيقة. الفيلسوف ريتشارد روتي نظر لك الفكرة الماهية، قال إنه هاي من أكبر المغالطات اللي روجت لها الفلسفة في كل تاريخه، ومن ثم فهي عبارة عن وهم لا أكثر ولا أقل، ويجب أن نتخلى عن الحقيقة. لا يوجد شيء اسمه حقيقة، لا يوجد شيء اسمه جوهر، لا يوجد شيء اسمه ما هي. طيب عندك كتاب اسمه الفلسفة ومرآة الطبيعة، يدحض لك بهذا الكتاب الفكرة اللي تقول انه الانسان عنده ماهية، وهاي الماهية اللي بداخل الانسان تعكس لك العالم المحيط به بصورة مطابقة لانعكاس الاشياء. يعني بالضبط يعني شلون شخص من ينظر للمرآة المرأة راح يشوف وجهه. كذلك الفكرة شو تقول؟ الفكرة تقول انه توجد داخل الانسان مثل المرأة عن طريق عقله وعيه، ممكن أنه يعرف الحقيقة المطلقة تنعكس داخله. هذا التصور مثل ما قلنا تشترك به الفلسفة الأفلاطونية، الفلسفة الكانتية، الفلسفة الوضعية لأوغست كونت، مئك منهن يقولوا لك أنه توجد داخل الإنسان، ممكن داخل الإنسان أنه يتعرف على الحقيقة، لأن بداخل المرآة تنظر هاي المرآة إلى الطبيعة تعرف الجوهر. ومهمة الفلسفة أن تبحث عن الجوهر. لكن راح نشوف ريتشارد روتي يقول لك الاعتقاد إن لما نعتقد أنه يوجد جوهر يوجد ما هي، هذا ادعاءهم يعني راح يزعم لك انه يمتلكون الحقيقة. هؤلاء الفلاسفة راح يصيرون الوكلاء، خلينا نقول الوكلاء الحصريين للحقيقة، كانت وأوغست كونت وفلاطون وكل هؤلاء الفلاسفة، هذول اللي هم يعرفون الحقيقة وغيرهم ما يعرف كل شيء من الحقيقة، هم الصح وغيرهم الخطأ. هذا الكلام من وجهة نظر روتي يعني يصير مثل الاستبداد الفكري، الاستبداد بالحقيقة، فد بيروقراطية، فد هيمنة عدول الفلاسفة. هذا شيء يرفضه. هذا شيء يعني أن روتي كان يخشى أن تتحول لك الفلسفة بفضل أفلاطون وبفضل كانت وبفضل أوغست كونت راح تتحول لك إلى دين. ليش؟ لماذا تتحول إلى دين؟ تتحول إلى دين هو الدين، الدين الديانات بأكملها تزعم لك أنه تملك الحقيقة. المسلمين يقولون إحنا نملك الحقيقة، والمسيحيين يملكون الحقيقة، واليهود يملكون الحقيقة. طيب أنت من الفيلسوف تقول أنا أملك الحقيقة، تحولت إلى دين، الفلسفة تحولت إلى دين. هو إحنا عندنا دين يقول أنا أمتلك الحقيقة، وعندنا حتى العلم، العلم أيضا يقول أنا أمتلك الحقيقة، والنوب صاروا عندنا فلاسفة دول الواقعيين يقولون إحنا نمتلك الحقيقة. هاي المشكلة
اللي راح يفندها لشاد رورتي. يعني هي مصيبة هاي مال من شخص يعتقد انه يمتلك الحقيقة. يعني خل اضرب في مثل بسيط يجوز ما له علاقة بالموضوع. ليش تميزت الحضارة الإغريقية عن بقية العالم بأكمله؟ ليش برزت الحضارة الإغريقية ولحد اليوم هي صاحبة الفضل على العكس يعني من الحضارة الفارسية أو العربية أو الهندية أو المصرية أو ما بين النهرين؟ راح أضرب مثل بسيط. الفرس على سبيل المثال كانوا يعدون النار، يعني دين، وإذا صادف شخص وقال هاي النار خطأ يجوز يحملوه ويلقوه بنفس هاي النار لأن كفر. لكن تعال لليونان للإغريق راح تشوف أنه يجيك فيلسوف وقال أصل هذا الكون النار، يجي شخص آخر فيلسوف يقول لا أصل هذا الكون التراب، يجي شخص آخر يقول لا أصل الكون الماء، يجي شخص آخر قال لا أصل الكون هواء. ماكو زعل، ماكو غضب. لاحظ الفرق بين الفلسفة وبين الدين. لذلك صار إبداع بالفلسفة الإغريقية وصار جمود عند بقية الفلسفات. الفلسفة عندما تتحول إلى دين تصبح كارثة. طيب، هاي النزعة اللاماهوية اللي ترفض لك الماهية اللي يقول بها البراغماتيون بشكل عام، القدماء أو الكلاسيكيين والجدد ورورتي بالخصوص، هي استبعاد مفهوم الماهية من جميع أنواع الوجود، من جميع المعرفة، حتى عن الفلسفة نفسها. نفولك أن تكون غاية البحث الفلسفي، نفولك أن تكون غاية الفلسفة تبحث لك عن ماهيات وعن جواهر وعن حقائق. فالمعرفة، اللغة، الأخلاق، الإنسان، الفلسفة، الوجود، هاي كلها مو من اختصاصها إنه نعرف ماهيتها أبدا. بل إنه الفيلسوف البراغماتي ما يخلي هدف أمامه إنه يبحث عن الحقيقة، ما يخلي هدف أمامه إنه يبحث عن المعرفة المطابقة للواقع، ما يخلي هدف أمامه إنه يبحث لك عن اللغة الكونية الصادقة، ما يبحث عن الأساس الصلب، بل هو يكون منهك في واقعه، في ذاته، في حياته اليومية، في لغته. هاي هي الفلسفة اللي براغماتية، لا تبحث عن حقيقة ولا تهتم بالحقيقة. هذا عدم الاهتمام من قبل الفيلسوف البراغماتي بمفاهيم مثل هاي اللي ذكرتها راح يجعل من عنده فيلسوف يسخر لك ويتهكم على كل الفلاسفة اللي يهتمون بشيء اسمه حقيقة. بالتالي فإذا كانت فكرة الماهية اللي اتسمت بها الفلسفات الحديثة هي إحدى خصائص الحداثة، نقدر نقول انه اللاماهوية اللي تبنتها ودافعت عنها فلسفات حديثة مثل الوجودية، مثل التفكيكية، مثل البراغماتية. هذه الفلسفات الوجودية التفكيكية البراغماتية نفت لك الماهية، صارت لك تدافع عن اللاماهية، اللاماهوية. وهذا كليته نقدر عنا نقول أحد سمات ما بعد الحداثة، لأن احنا عرفنا فلسفة الحداثة تبحث لك عن تقولك يوجد حقيقة عند كانت وعند الآخرين. فالحداثة مثل ما قلنا في عهد كانت والآخرين دافعت لك عن وجود ماهيات، عن وجود حقائق مطلقة، دافعت لك قالت لك توجد حقائق ثابتة. لكن فلاسفة ما بعد الحداثة من نيتشه والتنازل، نيتشه، سارتر، هيدجر، فوجو،
بدأوا يسخرون من مفهوم الماهية وكل ما يترتب عنه. يقول نيتشه لا توجد حقائق بل توجد تأويلات. اللي راد يقوله ريتشارد دورتي انه يجب انه بدل ان نسأل هذا السؤال، هل اعرف شيء حقيقي ام مجرد مظهر من مظاهره، هذا السؤال اصلا نستبدله من اسئله، بل يجب ان يكون السؤال هو هل استعمل الان افضل الاوصاف الممكنه للوضع اللي اني بيه، ام استحدث اوصاف اخرى حتى او اجد اوصاف اخرى حتى احصل على الافضل. يجب ان يكون هكذا السؤال، انا الان في وضع جيد ام ممكن ان اجعل نفسي في وضع افضل، وليس ان نسال عن الحقيقه وعن الماهية. هذا يعني ان رورتي يستبعد وجود حقيقه مطلقه مثل ما قلنا، يستبعد لك هاي التنظير للحقيقه والحقيقه المطلقه والكذا، كلها يستبدلها بالبحث عن امور تفيدنا بالحياه، تفيدنا بالموقف الراهن، تفيدنا بامور عمليه. فهذا مثل ما قلت يجسدوه الكلاسيكيين ويجسدوه البراغماتيين على حد سواء. يعني حتى من تجي على يعني على عهد افلاطون، افلاطون كانت الفلسفه صارمه، كانت محصنه، كانت يعني مثل اللي داخل سور ومكتوب على هذا السور لوحه لا يدخلها الا من كان رياضي. نفس الشيء صار لك على عهد ريني ديكارت، على عهد جون لوك، على عهد كانت. صارت لك الفلسفة على عهد هؤلاء الفلاسفة مثل الحقل اللي يمكن من تجاوز الآراء والأفكار البسيطة، وممكن أنه هذا الحقل يوصلنا للحقيقة ويوصلنا لليقين. لا يوجد شيء اسمه إبداع، لا يوجد شيء اسمه شعر، لا يوجد شيء اسمه أفكار واضحة، لا يوجد شيء اسمه أفكار غريبة عند هؤلاء الفلاسفة لوك وكانت وديكارت وأفلاطون. لا، يوجد عندهم صراط مستقيم. بعدين هذولا يعني راح تحس أنه حكموا لك على الفلسفة أنه تعيش بصرامة رياضية منطقية تتعارض لك مع الإبداع، مع الشعر، مع الحرية. هاي الفلسفة الأفلاطونية الديكارتية الكانتية خلوا لك كأنه تاريخ الفلسفة، بل تاريخ المعارف بأكمله، تاريخ استبدادي، هيمنة، بيروقراطي. يعني حتى الفيلسوف كانت الصورة اللي رسمها عن الفيلسوف هي صورة تعتبر لك العقل أو اللغة مرآتين للطبيعة. يعني شنو؟ يعني ماذا؟ ماذا يعني العقل واللغة مرآتين للطبيعة؟ يعني العقل واللغة عن طريقهم نستطيع أن نصل إلى الجوهر. هذا أيضا ماذا يعني؟ يعني راح تتحول الفلسفة إلى أداة للبحث عن الحقيقة، عن الحياة، عن الثقافة، عن المعرفة، عن اليقين، عن كل شيء. هذا اللي يعني، يعني أن الإنسان كائن يملك جوهر، يمكن بواسطة هذا الجوهر اللي يمتلكه أن يصل إلى معرفة تخفي كثير، تخفي كل الحقائق. فالإنسان يمتلك جوهر ويتمكن جوهره من اكتشاف الجواهر الأخرى. هذا عند كانت. لكن تعال شوف مع سارتر، مع هيجر، راح يتم السخرية من هذا القول، انه الانسان يمتلك جوهر، يمتلك قدرة على معرفة بقية الجواهر. لا، هاي الافكار الوجودية عند جان بول سارتر تنبع من انه الانسان لا يملك جوهر. تعالوا نسأل ليش يرفض جان بول سارتر انه الانسان يمتلك اي جوهر. يقول سارتر ان جوهر الانسان هو ان يكون بدون جوهر. يعني هنا ذكرت الآن قول إذا ما أكون خطأ لابن عربي، يقول يعني بما معناه إحنا المتصوفة أو العرفانيين انفتحت لنا حجب الله وانسدت لنا حجب العالم، وأنتوا يا ناس يا بسطاء مفتوحة لكم حجب هذا العالم
ومسدودة لكم حجب الله. يعني بالتحديد تقريبا هو هذا المقصود من الجوهر ومن الحقيقة المطلقة. سارتر ليش رفض أن يكون الإنسان بدون جوهر؟ لأنه إذا قلنا أنه إحنا نمتلك جوهر بهالحالة راح نمتلك طبيعة ميتافيزيقية مخفية عميقة، راح تمكن لك الفلاسفة من الحديث عن حقيقة مطلقة ضرورية، هاي الحقيقة تتحكم بالوجود الإنساني. هاي محاولة معرفة العالم، بالتالي معرفة أنفسنا، معرفة موضوعية، هي حسب رأي جان بوسارتر ماذا تعني؟ من نريد نبحث عن الحقيقة وعن كذا، أليست تعني أنه الإنسان راح يتخلص من مسؤوليته بالاختيار؟ راح يتخلص، يريد يتخلص من مسؤوليته بأمور تخصه ويلقيها على جانب حقيقة ما؟ هاي مسؤوليتك يا إنسان، مسؤوليتك تختار حياتك، تختار ماهيتك، تختار حسب مسؤوليتك. ليش تتخلى عن هالمسؤولية وتروح تبحث عن أشياء تعتبرها حقائق مطلقة توجهك؟ يعني بعبارة أخرى نريد نقول، لما نقول أنه هناك حقيقة وأنه إحنا يمكن أن نصل إلى هاي الحقيقة، هذا عبارة عن هروب من قدرك يا إنسان، عبارة عن هروب من هذا القدر الإنساني اللي يعني هذا الإنسان يمتلك إرادة، يمتلك حرية، يمتلك إبداع. فلسفة جان بول سارتر يعني مرآة الطبيعة. احنا نقول انه هاي الطبيعة بها مرآة، هاي الطبيعة مرآة الطبيعة متى ما كانت شفافة، فبالحالة ما راح نميزها عن الشيء اللي تعكسه. يعني تخيل انه امامك مرآة وهاي المرآة واضحة الى درجة خلينا نقول امامها حديقة، بحيث لربما ما تشعر انه هناك مرآة. اذا كلما كانت هاي المرآة مجلوة جلاء رائع، راح تكون هي الحقيقة سوى، لأنه راح تتحول ذاتها إلى نفس الشيء اللي الصورة اللي. فإذا كانت هاي المرآة بهذا المعنى راح تفقد مرآويتها. فالإنسان اللي يمتلك عقله مرآة تعكس الطبيعة راح يفقد إنسانيته، راح يصير الله، راح يصير صورة عن الله، بالضبط مثل ما المرآة فقدت مرآويتها وصارت حالها حال الطبيعة. إذا الإنسان بداخل عقله مرآة راح يعكس الطبيعة، راح يفقد إنسانيته، راح يتحول إلى صورة إله. فالإنسان هنا ما راح يكون بحاجة، ولا راح يكون قادر على الاختيار، ولا راح تكون عنده حرية، فهو من الناحية الإيجابية راح يكون إله، لكنه من الناحية السلبية هو مجرد آلة ما دام أنه يفقد القدرة على التصرف والاختيار. هنا هذا نقد جان بول سارتر للماهية. فلسفة أفلاطون، فلسفة ديكارت، فلسفة كانت اللي تقول أنه أو أساسها فلسفة مستقيمة سوية، وينظر لها باعتبارها يعني تسلك لك الطريق المستقيم للعلم، يعني نقدر نسميها فلسفة الرياضيات، فلسفة الفيزياء، فلسفة الحقائق، لكنها ليست فلسفة الشعر ولا فلسفة الحرية ولا فلسفة الذوق. هي عقيدة تبني لك أسس قوية، تشيد لك حصون مغلقة للحقيقة لليقين، وليست فلسفة كما عند نيتشه وسارتر وهيجر وفوغو، ليست فلسفة مفتوحة بها ابتكار، بها إبداع، بها إصلاح، بها روعة. فلسفة جان بول سارتر بيها تصور جديد للفلسفة، بيها دعوة حتى تترك باب النقاش والمحادثة مفتوح، مجال للابتكار، التأويل، يجب أن تقول ما لم يجر الآخرون على قوله، ما لم يسبق قوله، حق الاستئناس بأي شيء غريب، بأي شيء مبدع، بأي شيء أجنبي.
بأي شيء مثير، عكس الفلسفة النسقية اللي من عهد أفلاطون اللي تحلم لك بالسير بطريق مضمون للعلم. بالعكس من عندها فلسفة نيتشه، هيدجر، سارتر، اللي تطلق لك العنان للحرية، للدهشة، للشعر. هاي الدهشة تكون أمام الأشياء الغريبة فقط. نيتشه، هيجر، سارتر، هذول هدموا لك هاي الحصون اللي أقاموها الفلاسفة العظماء، أفلاطون، ديكارت، كانت، أوغست كونت، اللي تقوم على البرهان، على العقلانية، اللي تقوقع داخل نفسها داخل هاي الأسوار. فهدموا لك كل هاي الأسوار، قالوا لك هاي أسوار وهمية لا يمكن معرفة حدود الداخل والخارج بها، الداخل يصبح خارج والخارج يصبح داخل. هاي أول شيء، النزعة اللا ماهوية. نجي على اثنين، النزعة اللا تمثيلية. نفس الشيء مثل ما قلنا نزعة لا ماهوية، أيضا النزعة لا تمثيلية عند البراغماتيين الجدد ما تنفصل عن النزعة اللا ماهوية، مفهوم أيضا استخدمه ريتشارد دورتي مقابل النزعة التمثيلية بالمناقشات، حتى يوصف لك موقف البراغماتيين الجدد من المشكلات التقليدية للمعرفة. راح نشوف هذا يعني أنه تاريخ الفلسفة يظهر أنه ليس ثمة أجوبة نهائية للمشكلات التقليدية المرتبطة بالمعرفة، بالحقيقة، بالتمثل. بالتالي يجب أن نرفض هاي المفاهيم، نستبعدها، طالما أنه هناك لا يوجد إمكانية لوجودها خارج ذهننا، خارج لغتنا. الحقيقة لا توجد داخل، خارج ذهننا أو خارج لغتنا. الموقف اللا تمثيلي عند ريتشارد دورتي يثير على وجه التحديد، يقول أنه كل من لا ينظر إلى المعرفة بوصفها امتلاك للواقع، امتلاك الحقيقة، أبدا لا يوجد امتلاك للواقع، أحد يمتلك الحقيقة، هاي النزعة لا تمثيلية. هي يقول عبارة عن عادات بالعمل تستهدف التلائم على الواقع، لا أكثر ولا أقل، لا حقيقة ولا شيء آخر. هذا الشيء يعني أن اللا تمثيلية مو مجرد سلب الفكرة التمثل الحقيقي للواقع من زاوية معرفية أو لغوية، لا، بل أنه اللا تمثيلية هي رؤية جديدة تستهدف لك تتحرر من كل أشكال العلاقة بين من؟ بين الذات والموضوع، بين المظهر والواقع. أيضا تستهدف تزويدنا بعادات عملية، هاي العادات تمكننا، مو حقائق، عادات تمكننا أنه نتكيف مع الواقع، نتكيف مع الحقائق، نتخلى عن هاي التنظيرات الطواوية بالمعرفة، نكون أناس واقعيين. صاحب النزعة اللا تمثيلية مثل ريتشارد دورتي والبراغماتيين الجدد يقول أنه لا يمكن لأذهاننا، لا يمكن للغتنا أن تكون منفصلة عن الواقع، بالضبط مثل ما أنه أجسامنا غير منفصلة عن الواقع، كذلك أذهاننا، كذلك لغتنا، كلها واقعية. بهذا القول ريتشارد دورتي يؤيد الفيلسوف ديفيدسون اللي يقول انه المعتقدات صحيحة او خاطئة لكنها ما تمثل اي شيء، من المهم التخلص من التمثلات ومعها نظرية التطابق بالحقيقة. هذا يعني ان ريتشارد دورتي وكذلك ديفيدسون دي يقول انه البيئة هي الاساس اللي تشكل قناعاتنا، هي الاساس اللي تشكل معارفنا، هي الاساس اللي تشكل معتقداتنا، فلا يوجد انفصال بين البيئة وبين هاي بين عقائدنا ومعتقداتنا وكذا. لكن مع ذلك هاي العلاقة مو علاقة تطابق أو تمثل هاي عن تلك، لا أبدا. فذولا ما يقولون بضرورة الانفصال عن البيئة، بل بضرورة أن تكون عندنا مفاهيم نافعة نتفالم تتلائم مع البيئة. يعني هاي اللغة على سبيل المثال، ذولا أصحاب النزعة التمثيلية يعتبرون أن اللغة تمثل لك وسيط بين الذات وبين الموضوع، لأن اللغة تقوم بالتعبير عن الذات
عن ماهيتها الحقيقية، وأيضا تقوم هاي اللغة تمثل لك الواقع وتكون نسخة بالذهن. لكن اللغة تصبح هاي من وجهة نظر التمثيليين، لكن اللغة من وجهة نظر اللا تمثيليين يعني الفيلسوف رورتي هي عبارة عن أداة يتم التحكم عليها، تنفعنا نتحكم بها، تكون مرنة، يمكن أن تستبدل تتطور، يمكن أنه نستعملها. بهالمعنى اللغة ثابتة ولا متغيرة؟ متغيرة. اللغة متغيرة، اللغة عرضية، اللغة غير مقدسة. هذا الفرق. يعني جبت مثال للغة حتى نعرف ما هي اللغة عند التمثيليين ما هو دور اللغة عند اللا تمثيلية. النزعة الثالثة هي النزعة اللا تأسيسية. ما هي النزعة اللا تأسيسية؟ في الفلسفة البراغماتية الجديدة، باختصار النزعة اللا تأسيسية هي ترفض لك الادعاء اللي يقول انه جميع المعتقدات هي معتقدات مصوغة حقيقية بواسطة معتقدات اخرى. يعني بمعنى انه هناك معتقد ما يشكل اساس لانواع كثيرة من المعرفة. هذا الادعاء المرفوض هو نتيجة طبيعية لمن؟ للنزعتين السابقتين، اللا ماهوية واللا تمثيلية بالمعرفة. هذا حاصل تحصيل راح يجي لك اللا تأسيسية. شلون؟ احنا مو نفينا الماهية ونفينا التمثل، بالتالي راح بالنتيجة راح ننفي وجود أسس معرفية صحيحة ومتينة ممكن أن تمثل قواعد تبني لك أفكار، تبني لك مبادئ أخرى. يعني رورتي كان يشوف انه المعرفة التأسيسية مشروع فاسد، مشروع مضلل. يعني هذول الفلاسفة بأكملهم من نيتشه والتنازل كلهم ابناء دارون. كل هاي الفلسفات تعتمد انه لا يوجد شيء تأسيسي ممكن انه نعتمد عليه. سارتر، هيدجر، فوجو. فهنا هذا التأسيس بالمعرفة أو بالفلسفة بالضبط مثل ما قلت، حال الماهية وحال التمثل، مو فقط عند دول البراغماتيين، بل هو أحد سمات فلسفة الحداثة، ما بعد الحداثة العفو. فهذا اللا تأسيس يتجسد بمن يتجسد؟ يتجسد بفلسفة التفكيك ما بعد الحداثة اللي عند جاك دريدا. فهي شعار يأسس على توجه معين بالعلم، العلم السياسي، بالتاريخ، بالقانون، بالأدب، بالشعر، في كل شيء، كل الفروع المعرفية. فتنفي لك الأسس، تنفي لك الجذور لأي شيء على الإطلاق. هاي النزعة تستهدف لك منه تقول لك ما يوجد أي شيء يقين، لا توجد أي حقيقة بكل الميادين العلمية الفلسفية كذا هاي. وأيضا تستبدلها بنزعة لا يقينية اللي هي لا تأسيسية، تستبدلها بنزعة لا يقينية بالثقافة، بالسياسة، بالقانون، بالتاريخ، بالحفريات، بأكملها. احنا نعرف كل زين انه التفكيك هو الفيلسوف دريدة، وعندي حلقة عنه سابقة. هذا الفيلسوف جاك دريدة يعترف له ريتشارد دورتي بفضل كبير على الثقافة الأمريكية بشكل عام وعلى البراغماتية بشكل خاص. فرورتي كان يرى جاك دريدة أنه التفكيك أسهم بحركة التحرر الفكري مو فقط البراغماتية الأمريكية، ولكن إلى جميع الميادين. جميع البشرية استفادت من التفكيك أنه نفت لك وجود أمر، هذا الأمر يكونون البشر مسؤولين أمامه. قد يكون هذا الأمر هو الله، هو الواقع، هو الحقيقة. قلت لك لا، ما كل إنسان هو مسؤول عن ذاته. هاي المفاهيم بكل الحالات إذا آمنا بها
مثلا التأسيسية، مثلا الماهية، مثلا التمثيلية، هي نوع من القهر، نوع من القصر، نوع من الفرض الخارجي على الإنسان، على الذات البشرية، مع العلم أن البشر هو اللي يصنعها، هو اللي يخلق هاي المفاهيم واعتبرها هي أساس لتوجهاته. فتحولت العلاقة بيناتهم إلى عبد ومعبود. النزعة اللا تأسيسية مثل ما قلنا هي نزعة تفكيكية تدميرية تحررية، ترمي لك انه تحاول لك انه تفكك، تنهي، تعيد بناء أسس، تنشئ لك أنساق جديدة. كل اهتمامها حسب ما يقول رورتي استبعاد كل المشكلات أو الأمور أو المفاهيم الزائفة اللي موجودة بها. هاي النزعة اللاتأسيسية اللي يتبناها رورتي ما تعترف لك بمصدر خارج التاريخ أبدا، ولا تعترف لك بأي شيء فوق الإنسان، أي شيء خارج الإنسان، خارج البشر، حتى سوغ لك المعرفة كأن يكون هذا الله أو الحقيقة مثل ما قلت. فهي هاي الأمور اللي يشتركون بها الفيلسوف الواقعي، علماء الطبيعة الباحثين عن الحقيقة، ذول الأصوليين اللي يؤمنون بحب المسيح وغيره. أبدا، هاي كلها خطأ وغير صحيح. المعرفة من وجهة نظر ريتشارد دورتي ما تنفصل عن سياقها التاريخي، يجب أن ندرسها عبر حفريات. شلون درسنا نظرية التطور عن طريق الأحفوريات وغيرها، شلون فوجو درس لك بحفرياته أو نيتشه الأخلاق بحفرياته، كذلك لا تنفصل عن سياقها التاريخي. وبالتالي كل معرفة هي تنشأ ضمن ممارسات الجماعة في مجتمع ما بعينه. هذا الأمر راح يفضي إلى أن تسويغ معرفة ما أو معتقد ما يجب أن يكون برأيه عبارة عن تعاون الأفراد اللي يعيشون ضمن المجموعة نفسها لا أكثر ولا أقل. هذا التسويغ للمعتقدات للأفراد اللي يعيشون بالحياة نفسها حسب ما يقول رورتي راح يجعل البشر يعتمدون على أنفسهم، فيصبحون أقرب إلى الشعور بالمسؤولية، متحدين، راح يكونون متعاونين بعضهم مع البعض الآخر، مو متحدين اتجاه شيء آخر فوق البشري، لا، راح يكونون جماعة متحدة مع بعضها البعض. يجب حسب ما يقول الفيلسوف ريتشارد رورتي أن يتخلصون البشر من هذا التصور الموضوعي والعقلي الحقيقة، وأن يتحررون وما يخضعون إليه، يجب أن يكونون أحرار. نيجي على أربعة، دور الفلسفة. ما هو دور الفلسفة؟ اللي يدرس أو اللي كتبوا عن الفيلسوف ريتشارد دورتي ربما يعتقدون أنه الفيلسوف رورتي هو مو أكثر منه جمع لك آراء الفلاسفة السابقين إلى والمعاصرين إلى لا أكثر ولا أقل، و يعني كون من عندها آراء وكذا هاي. لكنه عند أحد المقابلات يقول بها إنه الإنسان اللي ما يمتلك ذهن أصيل، ما أو الإنسان اللي يمتلك ذهن أصيل يجب أن يعلق، يجب أن يعقب على كل ما فعله الآخرين. هذا مو يعني إن ريتشارد دورتي بس معلق ومعقب عن آراء الفلاسفة الآخرين، يعارض واحد ويؤيد واحد، لا، أو يقارب بين الفلاسفة، بل إنه أعاد لك تأويل المفاهيم الفلسفية بأكملها، وأيضا مثل ما قلنا استبدل لك بدور إنه الفلسفة بحث نظري بالمعرفة، وخلالها دور آخر اللي هو إنه الفلسفة قاعدة عملية، ممارسة اجتماعية. هاي الممارسة الاجتماعية بالفلسفة بماذا تتجسد؟ بالديمقراطية.
هاي المحاولة اللي بدأها الفيلسوف منو جون دوي، واللي كان الفيلسوف ريتشارد رورتي يشوف بها محاولة تستحق المتابعة والتعمق. جون دوي الفيلسوف الكلاسيكي البراغماتي كان يرى أنه ظهور التسامح الديني، كان يرى أنه غاليلو وداروين، كان يرى أنه هاي الحكومات الديمقراطية اللي انبعثت، كان يرى أنه الانتخابات اللي حدثت هي أعظم أحداث مركزية حدثت بالتاريخ. جون دوي أكد لك على أنه يجب أن نتخلى عن مفاهيم مثل الحقيقة، مثل الموضوعية، مثل النسبية، لأنه هاي المفاهيم أصبحت عقبة أمام امتلاك هذا المعنى، لأنه ما تعتمد على شيء آخر، تعتمد على ذاتها فقط. أيضا يجب أن نتخلى عن نظرية المعرفة اللي عبارة عن تأملات لا أكثر. يجب أن نعيش الواقع، يجب أن نشوف ما هي متطلبات المجتمع الديمقراطي. رورتي على نفس الخطى اللي سار عليها جون دوي، يقول إنه الخير اللي قدمته أفكار مثل الموضوعية والتعالي ثقافتنا، هاي نقدر إحنا نوصلها بنفس القدر. إحنا بكل ما نضعها أفكار فوق البشرية، إحنا نقدر نوصلها. نوصلها كيف؟ كيف نصل إلى هاي الأفكار؟ نصلها عن طريق فكرة المجتمع اللي يعمل، اللي يكافح حتى يصل إلى الإبداع، عن طريق الاتفاق بين الناس، بين البشر، عن طريق صنع مجتمع ديمقراطي تعددي. هاي كلها مستعدين احنا نوصل لها البشر. انت ليش تبقيها افكار متعالية؟ يعني هنا رورتي بهذا المعنى يعيد لك تأويل الموضوعية على انه هي اتفاق بين الناس، بين البشر، بين الحوار، عن طريق الحوار الديمقراطي، مو فقط تبقى مخزونة بالذهن باللغة. فد وجود مستقل بعيد عن الواقع، بعيد عن الإنسان. هاي الموضوعية طبيعة الحال تشيرك إلى الحقيقة اللي أراد رورتي أنه نتركها، نتخطى تصورها التقليدي، على اعتبار أنه هي تحيل لك إلى الماهية، للتمثل، للتأسيس، للتطابق. هاي المفاهيم تحيل بدورها إلى شيء آخر، ما هو شيء فوق بشري نستبدل بيها. فالتصور، هذا التصور يمكننا انه ننمي اذهاننا، ننمي قدراتنا، ننمي عقولنا. هاي عقولنا تصبح تفكيرها واسع، افقها واسع، مستقلة، فقط تمتلك ارادة، تنتفع عن طريق الخبرات، تضيف افكار جديدة عن طريق مفردات جديدة، تصنع واقع أفضل، إن أفضل مما نبقى إنه فقط عايشين بتصورات ذهنية. هذا يعني إنه رورتي أصلاً ما يريد يلغي المفردات، ولا يريد يلغي المعتقدات القديمة إطلاقاً، وإنما الرجل يريد يدعو إلى تعديلها عن طريق معارضة الواحد بالآخر. هاي إعادة نسيجها، إعادة حبكها. بالتالي فرورتي يدعو إلى إصلاح وليس إلى ثورة، وهي عبارة جدا مهمة. هنا أنا راح نعرف أنه ريتشارد دورتي والبراغماتية بالتحديد حرروا لك الفلسفة من وهم القداسة، هاي القداسة اللي نورثت من الدين. طبعا هذا الفضل يعود لمن؟ إلى فلاسفة التنوير والحداثة، هذولا اللي هم حرروا العقل. لكن للأسف وقعنا أو وقعت الفلسفة بمطب آخر، أصبحت هي دين، تحولت إلى دين جديد عن طريق مثل ما قلنا، تبنت لك التمثل، تبنت لك الماهوية، تبنت لك التأسيسية. بالتالي يجب أن تتخلى عن هاي الأمور، يجب أن تستبدلها بثقافة أخرى، تعبيرات أخرى أكثر إنسانية للبشر، تقربهم، تعيش حوار مع الآخر، البشر يعيشون مع بعضهم. هذا اللي جعلها تتجاوز
عقلانية الحداثة اللي أدخلتك الفلسفة المقدسة، من ينفتحون البشر على بعضهم، من تنفتح آفاق أكثر، راح يصبحون راح تصبح الفلسفة غير مقدسة، وما تصبح دين جديد. هاي الدعوة اللي أطلقها ريتشارد دورتي، اللي هي يجب أن تنفتح الثقافة الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص واحد على آخر، هي يقول هذا مجرد مطلب إنساني، حاجة قابلة للتهذيب عن طريق تربية أخلاقية مناسبة، وهي بالضرورة راح ترتقي لك بالبشر إلى إنسانيتهم، إلى إنه يتخلون عن، يصبحون كائنات بشرية، يتخلون عن، يبحثون عن حقائق فوق البشرية. بالتالي هذا الموقف من رورتي يعني نقدر نقول عنه فد بعد إنساني عميق، فد بعد طموح يتجاوز لك هاي المثاليات اللي لا تغني ولا تسمن وليست فيها أي فائدة. وأيضا رورتي راح يأسس لنا ثقافة جديدة بها مضامين إنسانية، بدل أن تكون قطب واحد بها تسامح، بدل أن نلغي الآخر به الحوار مع الآخر، بدل أن نخضع هذا الآخر. أنه هاي كلها فلسفات راقية للفيلسوف ريتشارد رورتي. احنا نعرف كل زين بديش الحلقة السابقة قلنا أنه البراغماتية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسهبت في الموضوع بالحلقة السابقة. من تكلمت عن البراغماتية السابقة انه شلون ظهرت بنهاية القرن التاسع عشر عن طريق الفلاسفة بيرس وجيمس ودوي. فإذا اتجهنا لنهاية القرن العشرين راح نعرف انه البراغماتية عن طريق هؤلاء الفلاسفة عرفت نوع من الميلاد، من البعث الجديد على عهد هؤلاء الفلاسفة. لكن راح نعرف انه شهدت نوع من الخفوت. صحيح هي نشأت وتطورت بأمريكا وليست في بلدان أخرى لأسباب ذكرتها. أصلا مستحيل البراغماتية ممكن أن تظهر بذاك الوقت ببلد آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الظروف والعوامل اللي اجتمعت واللي تضافرت وجعلت لك من البراغماتية أمريكية مولد. هذا المذهب البراغماتي اللي نشأ بأمريكا يعني شهد لك انتشار جدا ضئيل ومحدود بأوروبا مثل بإيطاليا، بريطانيا، فرنسا، كان إلى مؤيدين جدا قليلين بهاي الدول، على العكس من الفلسفات الأخرى اللي انتقلت من مكانها إلى مكان آخر، من ألمانيا إلى أماكن أخرى مثل المثالية، مثل الماركسية. على العكس من عندها بقت لك البراغماتية يعني لصيقة بالأمريكا إذا صح التعبير. هذا الرابط بين البراغماتية وأمريكا تتباين به المواقف اللي تسيء للبراغماتية وتزدريها، على الأقل بنظر ذول اللي يشككون وينظرون بريبة ويعتبروها فتشي غير مهم للبراغماتية، يعتبروها فتشي أقل قيمة وأقل أهمية من الفلسفات اللي عززت موقعها بخريطة الفكر الفلسفي واللي أصبحت مقدرة ومحترمة. حتى الفلاسفة يعني اللي كانوا معاصرين لرورتي يتحدثون بنوع من الإيجابية عن المؤسسين جيمس ودوي، أيضا كانوا يشيرون بالسلبية للفلاسفة دالتاي وبركسون، يتحدثون بشكل كبير عن المنطوقات لكن ما يقولون أي شيء عن الأفكار، عن التجربة إطلاقا، فقط الأمور النظرية. زين، هنا أنا يشير رورتي نقطتين مهمتين حول هذا الموضوع.
يقول موضوع الاهتمام والصدارة عند البراغماتية الكلاسيكية والجديدة أيضا مو واحد، فقد حصل هناك تحول بين البراغماتية القديمة والبراغماتية الجديدة. الأفكار والخبرة والاهتمام اختلف عن البراغماتية الكلاسيكية عن الاهتمام والأفكار والخبرة اللي اكتسبتها البراغماتية الجديدة. هاي البراغماتية الجديدة تحررت من التيارات الفلسفية الأخرى وفرضت رؤيتها، فرضت هيمنتها، فرضت مصداقيتها في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللي يمدحون البراغماتية يحاولون إيجاد صيغتها الأمريكية يماثلون بين البراغماتية وبين الديمقراطية، بحيث أنه يوازنون بين معارضة البراغماتية ويا معارضة كل أشكال للحياة الديمقراطية. يعني اعتبروا لك أنه البراغماتية لصيقة بالديمقراطية، واللي يعادي لك البراغماتية هو بالتالي راح يعادي لك البراغماتية. البراغماتية والديمقراطية أصبحن سواء. حتى أشرح هذا الموضوع، لأن بيه فلسفة وبيه سياسة، ريتشارد رورتي كان ما يقبل أنه يحدث تداخل بين البعد الفلسفي والمضمون السياسي. يعني نعرف أنه البراغماتية بعد فلسفي، الديمقراطية بعد سياسي، ما كان يقبل هذا على هذا التداخل. ف برأيه أنه هذا التداخل غير مقبول، لأنه راح يحدث ازدراء غير مبرر وما إلى أساس وغير معقول. أيضا أنه رورتي كان ما يوافق أن تكون بالضرورة أنه القناعات السياسية مستجمة مع الآراء الفلسفية. هناك اختلافات فلسفية ما تمنع أنه تتقاسم نفس الفكرة السياسية. على سبيل المثال الفيلسوف جون ديوي على سبيل المثال كان يتفق مع الفيلسوف نيتشه في مواضيع فلسفية كثيرة جدا، ويتفقان أيضا اثنيناتهم أنه يختلفون مع فلسفات أفلاطون، يختلفون اثنيناتهم مع كانت، لكنه ما يتفقون اثنيناتهم حول مواضيع سياسية على سبيل المثال تتعلق بالأخاء الإنساني، تتعلق بقيمة الديمقراطية. يعني هذا دوي ونيتشه، فمو بالضرورة أنه متفقين فلسفيا لازم يتفقون سياسيا. لكن رورتي على الرغم من اعتراضه على مثل هذا التداخل، بنفس الوقت يرحب ويأيد موقف جون دوي لما ينصب لك البراغماتية يعتبرها فلسفة الديمقراطية. وأيضا توحيدهم البراغماتية والديمقراطية عبارة عن نفس الذهنية التجريبية بالأمل في إمكانية تحسن الأشياء. يقول رورتي ويعلق على موقف دوي، يقول أعتقد بأنه أقصى ما يمكن أن نفعله بربط البراغماتية بأمريكا هي أنه نقول بأنه هذا البلد أمريكا وفلاسفته الأكثر تميزا راح يقترحون علينا بأنه إحنا قادرين بالسياسة أن نضع الأمل بدل المعرفة، وهذا الأمر اللي سعوا الفلاسفة السابقين إلى بلوغه. البراغماتية الجديدة سعى رورتي التأكيد على أنه متفائل بالمستقبل بسبب براغماتية جون دوي. هذا الأمل اللي كان يقول بي رورتي اللي خلاه أنه يعني من ضمن أولوياته بالمعرفة يتماثل مع الفكرة البراغماتية اللي تحترم وتثمن العمل وتخليه أفضل من النظريات. لما نتحدث عن البراغماتية الكلاسيكية ونعرف أنه أيضا البراغماتية الجديدة بها تيار من أبرز شخصياته، مو فقط ريتشارد رورتي، فلاسفة كثيرين يعني مثلا جودمان، بوتنام، ديفيدسون، كواين،
هذول الفلاسفة بأكملهم يوجد تمايز بيناتهم. هذا التمييز اللي يتكلم عنه رورتي هو المنعطف اللغوي اللي اتجه إلى الفلاسفة الجدد بالوقت اللي هجروا به أساسيات، وبالتالي صاروا على خطى تختلف عن الآخرين. احنا نعرف كل زين انه البراغماتية الجديدة هي تيار فلسفي ظهر بستينات القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما انتهت فلسفات كانت رائجة بذاك الوقت، كانت منتشرة بالأوساط الأمريكية أكثر من 20 سنة، يعني بالتحديد كانت منتشرة الفلسفة التحليلية بداية الخمسينات من القرن العشرين لحد الستينات، أيضا كانت منتشرة ما بعد البنيوية. نفس ذني هاي الفلسفات بأكملها جاءت لأمريكا مع العقول والفلاسفة اللي هاجروا لها، فازدهرت ونمت هناك وشكلت حركات ودخلت اقتحمت المجال الأكاديمي وخارج المجال الأكاديمي أيضا، يعني الساحة الثقافية بشكل عام والفترة اقتربت من عقديا. ظلت حتى الوضعية المنطقية العنصر الأهم بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالتحليلية الفلسفية بأمريكا، إلى أن أجت الفلسفة البراغماتية وأخذت لها دور وأصبحت هي المهمة. تاريخ الفلسفة هذا اللي يشهد لك على أنه تم إحياء نزعات ومذاهب فلسفية عديدة، كل أنصارها كل مؤيديها عرفوا كيف يعيدوها للحياة ويمنحوها فرصة للظهور ثانية عن طريق محاولات جديدة، مو فقط البراغماتية، يعني توجد الأفلاطونية الجديدة، الكانتية الجديدة، الهيجلية الجديدة، الماركسية الجديدة، الواقعية الجديدة، كل ذولا عن طريق أتباعهم يعني قدروا يوجدون مجال للبروز، قدروا يعني مذاهب يخلوها تشهد هذا النوع من التجدد. فلسفات قديمة أضافوا لها مفاهيم جديدة وأصبحت فد منطلق يتناسب مع كل المستجدات، يتناسب مع كل المعطيات الجديدة، ينسجم مع الحاضر، ينسجم مع الأوضاع الحديثة، إلى قدرة إلى صلاحية أنه تجعل منهجه، تجعل رؤيته مضمونة وممكن أن تطبق على أرض الواقع وتبرهن على صحته. أيضا أصبحت هاي الفلسفات لها قدرة، لها جاذبية واجتذبت أتباع كثيرين. فلاسفة البراغماتية الحقيقة أنه كثيرين هم فلاسفة البراغماتية اللي كانوا معاصرين الفيلسوف ريشارد دورتي، مثل جون ماك درموت، مثل جون سميث، مثل ريتشارد برينشتاين وآخرين، ومارتون وايت، دول كلهم فلاسفة براغماتية جدد. الحقيقة كل موضوع يتحدث بريتشارد رورتي عن موت الفلسفة، هل الفلسفة ممكن أن تموت على اعتبار أن البراغماتية قضت على الفلسفة؟ اللي يقرأ فلسفة وكتب ريتشارد دورتي لا يمكن أن يعثر على عبارة واحدة تقول إنه الفلسفة ممكن أن تموت، لكن هي اختلفت عن السابق، اختلفت عن مثلا الفيلسوف كانت من وضع لك صورة الفيلسوف اختلفت عنه، أصبح الفيلسوف أقرب لصورة الكاهن بالقرون الوسطى، لأن مثل ما قلنا أصبحت الفلسفة أصبحت لك مثل الدين. لكن ريتشارد رورتي ما يقول أن الفلسفة راح تموت، لكن يكون نعم هي تتطور، هي تتجدد، مثل ما أنه العلم يتطور يتجدد، كذلك الفلسفة ما تموت لكن تتغير تتجدد. تجددت، اختلفت عن فلسفة أرسطو، اختلفت عن فلسفة ديكارت، الفلاسفة تركوا أرسطو وتركوا كثير من الأمور، تبنوا لك قوانين جديدة، تبنوا لك
نظرية نيوتن للعالم، وهكذا كلها في 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 تجدد. فالفلسفة اللي يتحدث عنها رورتي واللي يقول انه لا يمكن ان تنتهي هاي الفلسفة، يقول انه الفلسفة هي خرجت من وعاء الدين، والعلم خرج من وعاء الفلسفة، فلا يمكن ان تموت الفلسفة، لكن هي تمر بأزمات. هاي الأزمات مرت بها بالقرن التاسع عشر لما تحولت إلى فتشي مثل الكهنوت، لكن نظريات التطور، فيزياء الذرة، طروحات فلسفية علمية، طروحات علمية هاي بأكملها أصبحت مثل اللي أو يعني أنتجت طروحات فلسفية جديدة. فهاي الأزمة اللي يصورون انه راح تنهي لك الفلسفة وراح تخلي لك الفلسفة من متحف، هذا شيء غير صحيح. الفلسفة هي رائدة الثقافة، كل العصور هي الضامنة للثقافة، هي اللي اوجدت الانوار الاوروبية. يقول ريتشارد دوتي هذول اللي يتحدثون عن موت الفلسفة اختصروا لك الفلسفة كلها بمبحث واحد هو اللي هو الميتافيزيقية، فصوروا لك ان الفلسفة باكملها تتحدث عن الميتافيزيقية، وبالتالي بأنه بما أنه هسه ما حد يتحدث عن الميتافيزيقية فإنه الفلسفة انتهت. لا، هذا غير شيء، هذا شيء غير صحيح. الفلسفة باقية، والفلسفة ما دام يوجد ناس يقولون فلسفة، ما دام يوجد ناس يدرسون فلسفة، الفلسفة لا يمكن أن تنتهي. فالفلاسفة هم أشخاص متموقعين تاريخيا، دورهم هم يأسسون، يوجدون اقتراحات اللي يقدمونها للغة الخاصة، مواطنين أساسيين داخل جمهورية الثقافة، داخل المجتمع المدني. من هنا يصبح أن الرهان الأخلاقي للفلاسفة هو تتبع المحادثة وليس البحث عن مشاكل، بحث للمشاكل الفلسفية الحديثة داخل هاي المحادثة. انتهت هاي الحلقة، وشكرا لكم.